شبابنا في البحرين يتعرضون إلى التصفية والقتل باسم القانون. هذه المحاكمات التي تحكم على شباب البحرين بالإعدام هي محاكمات كيدية سياسية جائرة وظالمة. الدم الحرام لا يمكن أن يحصن العروش، الدم الحرام يجرف العروش ويسقط الحكام. ندعو الجميع لأن يكون صوتهم عاليا في الداخل والخارج. ما يسمى بالمجتمع الدولي عليه أن يقوم بدوره في وقف هذا القتل باسم القانون وهذه التصفية لشعب مسالم يطالب بحقوقه.